طيب زي ما قلنا هذه المباريات على مستوى المباريات الجولة 23 غدا، زي ما قلنا مباراة الأندية الجماهيرية بتكون موجودة ومتواجدة وعلى مستوى التنافس، أيضا مباراة حتى الاتحاد والفيحة راح تحظى باهتمام كبير. خلينا نبدأ من عندك حسين الشريف، إيش المباراة اللي أنت تبي تختارها وتتكلم عنها؟ أنا ودي أتحدث عن المباراتين. تفضل. عندك واسطة لأن هي الأهم بكرة. طبعا مباراة الاتحاد والفيحة ربما للترتيب في الدوري هذا الموسم جعلت من هذا المباراة مباراة تعتبر بالنسبة للاتحاد مفترق طرق. يجب على الاتحاد أن يأخذ هذه المباراة على اعتبار أنها مباراة بطولة، ربما هذه المباراة تعمل يعني دفعة معنوية كبيرة للاعبي الاتحاد واستمرارية للمستويات الجيدة تقدمها في المباراة السابقة وأيضا الانتصار الأخير حقه في البطولة الآسيوية. فهذه المباراة لابد أن يكون لاعبي الاتحاد إذا أرادوا أن يستمروا في 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 التغيير الفني اللي صار بالفريق أن يثبتوا ذلك من خلال مباراة مع الفيحة، لأن هذه المباراة لها عدة فوائد. طبعا 3 نقاط تجاوز المركز اللي أنت تحتله في الدوري الموجود الحالي، بالإضافة إلى تأكيد أن بالفعل فريق الاتحاد تغير فنيا، وأن بغض النظر عن البطولة السوية أن الاتحاد هناك تغيير فني في الموضوع. أيضا فريق الفيحة فريق قوي جدا، فريق يعتمد على الدفاع بالدرجة الأولى، بالتالي هناك توقع أن يكون هناك المباراة مغلقة بالنسبة لفريق الفيحة، وهذا دائما شاهدنا فريق الاتحاد يتعامل مع الفرق التي تلعب بشكل دفاعي. يعني ما يلقى مساحات. العامل النفسي بيأثر على الاتحاد. أنا أتكلم عن الاتحاد اللي أخذ نقطة مباراة ديربي، مباراة أسوية فاز فيها بالخمسة وأقنع الكل في المباراة. اليوم مباراة الغد ما تحس إنه النفسية بالنسبة للاتحاديين وتواجد سيارة بتكون متغيرة إيجابي عن اللي شفناه في المباراة الماضية؟ لا أنا أتصور إنها عامل إيجابي. لاعب الاتحاد بدأ يعني يثقوا في 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 قدراتهم، بدأ هناك يعني تحرر لبعض اللاعبين ولا سيما في خط المقدمة، ساعدت على أن يكون الاتحاد هجومي إيجابي أكثر. ويعني شاهدنا في المباراة الأخيرة كان هناك يعني معدل تهديف عالي جدا لم نشاهده الاتحاد طول الموسم، لكن لا يمنع أن نضع أن فريق الفيحة هو فريق يبحث من خلال هذه المباراة بأقل شيء أن يخرج بنقطة من هذه المباراة. وهذا لو خرج الاتحاد بكرة بالتعادل طبعا لا شك أنها تعتبر خسارة له، لأن حقيقة أتوقع النجاح للاتحاد الجولة 23 والجولة 24 هيلعب مع الفيحة وهيلعب مع الحزم، والفريقين كلهم يعني في الحساب لابد يكون الاتحاد 6 نقاط لأن كل 3 نقاط تمثل 6 نقاط. فهي بالنسبة للاتحاد مفصلية جدا جدا إذا أراد الاتحاد أن يخرج من أزماته. أيضا لا شك أن بكرة مباراة توقع تكون جماهيرية نادي الاتحاد، لأن جمهور الاتحاد سر تفوق الاتحاد في بغض النظر عن ما قيل في الفترة الماضية عن مباراة الريال، لكن جمهور الاتحاد هو اللاعب رقم 1 في الاتحاد وهو النادي الوحيد اللي يلعب في الملعب 12 لاعب. هذا المباراة